احنا نتحدث عن بني اسرائيل بالمعنى الانثروبولوجي، يعني بيوصفها عائله ممتده، يعني العائله الدينيه المقدسه عائله ممتده، والعائله الممتده تدخل بطونها و يعني عشائرها بصراعات متراكبه حتى لاسباب يعني صغيره او عاديه، او فما بالك بالمصالح الكبرى. على اي حال قبل ما ندخل، يعني عندي سؤال استفسار واضح، يعني هل كان هناك قبائل تشارك حكم بني اسرائيل خلاف بني اسرائيل، ولا بني اسرائيل كلهم كان هم القبائل التي سميت سبأ وحمير؟ يعني هل كان في قبائل خارج نطاق هذه التسميه وهذا التوصيف اللي هو بني اسرائيل؟ لا، انا نظريتي تقول انه السبعين هم الاسرائيليون، بنو اسرائيل المقصود ببني اسرائيل هم السبعيون، وانا يعني اكاد اجزم ولدي كل الدلائل تقول ان حتى اسم الديانه الصابئيه هو تعبير ديانة السبائيه، ديانه السبائيه، لان السين والصاد عند اليمين تستدد. الحرف واحد يعني يشدد، الديانه السبائيه القديمه، وبذلك في الحقيقه الديانه ما يسمى الصابئيه تستعمل نفس التعابير العبريه، يعني على سبيل المثال هي الاسم الرسمي الديانه الصابئيه المندائيه، كلمه مندائي من مندي وهو الطعام المقدس الجماعي بمعنى المنتدى، والصابئين يستعملون تعبير انه الاغتسال في اليردنة، فيها يردن، في يردنة، فيها يردن، بل انه في 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 كنز ربة اللي هو الكتاب الديني للصابئة يتحدثون عن مأرب. هذا دليل يعني مؤكد بالنسبة لي ان هذه الجماعة الإسرائيلية القديمة هل هي التي عرفت بأسماء مختلفة سبأ او حمير، لكن هذه هي الجماعة الإسرائيلية القديمة التي روت التوراة جزءا من تاريخها.